رفاق الجامدين كده خلصنا شابترنا المتين، متبقي فقط 3 أسئلة نظري مهمين. السؤال الأول فيما يتعلق بالليمف نود، أنا عمال أقول لك ليمف داخل وليمف خارج، هو الليمف ده ماشي بمزاجه كده؟ الليمف ماشي على سيركيوليشن، ماشي على عجين ما يلخبطوش. ايه هي السيركيوليشن بتاعت الليمف؟ حضرتك مذاكر معايا الاستراكشر بتاع الليمف نود، وسيادتك عارف ان الكونفكس بوردر اللي بره كان داخل له افرنت، ده كلمه افرنت يعني ادخل، ده الليمف بيدخل الاورجان عن طريق الافرنت ده. يبقى اول حاجه بيقابلك ليمف فيسل اسمه افرنت موجود على الكونفكس سيرفس، بعد الافرنت ده موجود في سبيس اسمه سب كابسولار سبيس. انت بتدخل الاورجان على طول، اول حاجه تقابلك الكبسول، تحت الكبسول في فراغ بيمشي منه الافرنت. الموضوع عامل بالظبط زي الفار وحته الجبنه الرومي، زي لعبه المتاهه. الفار بيدخل من الباب اللي اسمه افرنت، بيفضل ماشي في سبيسز وفتحات وزخانيق لحد ما يوصل بره عند الافرنت عند حته الجبنه الرومي. ايه السيركيوليشن بتاعت الفار جوه المتاهه؟ هي دي السيركيوليشن بتاعت الليمف. اول حاجه الليمف بيدخل من افرنت اللي موجود على الكونفكس بوردر. اول حاجه بتقابلك لما تدخل الاورجان كبسول، ده بيمشي في السب كابسولار ساينس، ده سبيس. بعد السب كابسولار بيقابلك الباراترابيكولار، ولو تفتكر معايا قلت لك السب كابسولار يتظبط ويظبط الباراترابيكولار، ده لازق فيه على طول. يبقى تالت مكان بيعدي من عليه الليمف الباراترابيكولار ساينس. بعد الباراترابيكولار ساينس بيقابل المدله، الميدالري كورد والميدالري ساينس، بيدخل في الميدالري ساينس السبيسز اللي موجوده بين الميدالري كوردز. بعد كده يعدي على النوديولز الليمفاتيك نوديولز، وبعدين الهايلم اللي هو الكونكيف سيرفيس، ويخرج من الافرنت. الفار دخل من الافرنت وخرج لحته الجبنه الرومي اللي موجوده في الافرنت، وبين الافرنت والافرنت حكايات وحوارات. اول حاجه دخلت من البوابه اللي اسمها افرنت، ده افرنت يعني ادخل. اول حاجه قابلتك الكبسول، في سبيس تحت الكبسول كان اسمه سب كابسولار ساينس، السب كابسولار يتظبط ويظبط الباراترابيكولار، يبقى عديت على الباراترابيكولار. دخلت على الليمفاتيك نوديول اللي كانت هنا، ثم الميدالري ساينس، المسافات اللي بين الميدالري كوردس، عديت على الليمفاتيك نوديولز اللي الناحيه الثانيه، ثم الهايلم اللي هي الكونكيف بوردر، وخرجت من الافرنت. سلام عليكم. السؤال الثاني فيما يتعلق بالتونسلز، انا قلت لسيادتك البارينكيما بتاعه التونسلز عباره عن تجمعات من الليمفوسايتس بالشكل ده، سميتها وايت بالب، اوصف لي الوايت بالب. السؤال ده نظري مهم. قلت لسيادتك الوايت بالب هي عباره عن ليمفاتيك نوديول، ممكن تكون برايمري ممكن تكون سكندري، عباره عن تجمعات من خلايا اسمها بي ليمفوسايتس، موجود على البريفري ارتري اسمه سنترال ارتري، محاط بغشاء اسمه البلس بري ارتريا الليمفاتيك شيث. الغشاء ده وظيفته ان هو ثايميك ديبندنت اري. شكرا، خلصت الوايت بلب، ما تخش لي على الريد بلب. كنا قلنا في الريد بلب هي اسمها ريد عشان فيها حاجتين لونهم احمر. اول حاجه الساينوسويدز، قال لي سيادتك الساينوسويدز موجوده بالشكل ده، متجمع فيها خلايا الليمفوسايتس بداخل كافيتيز. الساينوسوداية دي متفتحة من جوه، متخرمة من جوه، كلمة فتحة أو خرمة أو كهف يعني كافيتي، ده فيها كافيتيز والليمفوسايتس متجمعة جوه الكافيتيز دي، فالساينوسوداية الواحدة بنت كأنها سفنجة. أنا سبونج بوب، السفنجاية متخرمة زي الساينوسويدز بالظبط. يبقى الليمفوسايتس متجمعه جوه كافيتيز، والكافيتيز دي اللي خلت الساينوسويد يبقى شكلها سبونجي، شكلها زي السفنجه. هي اسمها احمر ليه؟ لان فيها كورد اسمه بيل روث، حبل بيل الاحمر، كلمه روث يعني احمر، وجي منها روز، جي منها اللون الاحمر، يبقى بيل روث كورد. دي تجمعات من الليمفوسايتس في شكل حبال. السؤال النظري المهم اللي انا جاي لسعادتك عشانه، بيقول لك ايه الساينوسويدز دي بتختلف عن الكابيلاريز في ايه؟
ما انا قايل لسيادتك ان الساينوسويد دي عباره عن كابيلاري، بس انا في الاسبلين ما اسميش كابيلاري، انا اسمي الباشمهندس كابيلاري، يعني اسمي الساينوسويد. الساينوسويد دي بتختلف عن الكابيلاري في ايه؟ الكابيلاري العاديه عند سيادتك بتبقى شكلها كده. شايف الساينوسويدز دي؟ ما تيجي نكبرها. هتلاقيها عند سيادتك بالشكل ده. جوه الكابيلاري العادي بيبقى فيه خلايا اسمها اندوثيليال سيلز لازقه في بعض بالشكل ده. هنا الاندوثيليال سيلز شكلها متغير. اولا هلاقيها موازيه للوول بتاعي. المفروض الاندوثيليال سيلز طالعه على البيزمنت ميمبرين كده، عموديه على الوول. لا، ده بلاقي الاندوثيليال سيلز بتاعتي بطانه الكابيلاري من جوه موازيه للوول بالشكل ده. الله الله الله، تاني حاجة ده مش لازقين في بعض، ده بينهم مسافات. أنا هرسم وأنت قول لي اللي أنت ملاحظه، بس هتطلع هي الإجابة. أدي أهم مش لازقين في بعض، ده بينهم مسافات رغم البعاد والمسافات. كنا واحد في كل الأوقات. بعدين لقيت الإندوثيليال سيلز متقفل عليها بالشكل ده. فقال لك ان القطاعات العرضيه دي اللي نازله من الوول وواصله للوول ادتني شكل البرميل، كأن ده برميل بالظبط. عند سيادتك البرميل بيبقى حواليه ترانسفيرس كده، خطوط ترانسفيرس بالعرض محوطه البرميل. انا مش عارف ايه فايدتها، بس قال لك الوصف الشكل ده كأنه شبه الخطوط بتاعت البرميل، فسميتها هوبس اوف بارل. بارل اللي هو البرميل، هوبس اوف بارل. اوصف لي الساينوسويد دي. السؤال بيقول لسيادتك الساينوسويد اوف سبلين بتختلف عن الكابيلاري العاديه في ايه؟ وده سؤال نظري مهم. اول حاجه هتقول له انا شايف الريجولار ليومن، ده انا راسم لك السطح ده متعرج مش خط مستقيم. يبقى اول حاجه سيادتك ده انت الريجولار ليومن. اليومن من جوه، الحواء اللي جوه ليس منتظم، الريجولار ده في حته طالعه وحته نازله. رقم اتنين انا شايف الاندوثيليال سيلز ما شاء الله طويله، هاني رمزي elongated. يبقى ده الاختلاف التاني، ان الاندوثيليال سيلز بتاعتي elongated. ومش بس elongated، ده موازيه للوول بتاع الساينوسويد اهي. بدل ما في الكابيلاري الاندوثيليال سيلز بتطلع بيربنديكولار على الوول، لا ده الوول اهو والاندوثيليال سيلز ماشيه موازيه للوول بتاعي. ماشي. رقم ثلاثة أنا شايف قطاعات بالعرض بالشكل ده، ترانسفيرس سترايشنز أو ترانسفيرس لاين، خلت لي الساينوسويداية شكل البرميل، سميتها هوبس أوف بارل. ماشي. رقم أربعة البيزمنت ميمبرين عند حضرتك بيبقى بين الاندوثيليال سيلز بالشكل ده، فانا شايف البيزمنت ميمبرين مكمل اهو، بس بيجي بين الاندوثيليال سيلز ويتقطع، فبيبقى انكمبليت بيزمنت ميمبرين. بيبقى البيزمنت ميمبرين بتاعك متقطع مش ماشي على لاين واحد، يبقى البيزمنت ميمبرين نوت ان لاين وذ اندوثيليال سيلز او انكمبليت، يعني متقطع. خلاص، يبقى اربع اختلافات عندك اهو. الساينوسويد بتاعت الاسبلين بتختلف عن الكابيلاري العاديه في ايه؟ اول حاجه الساينوسويد بتاعت الاسبلين الريجولار ليومن عكس الكابيلاري، ده منتظم كل حاجه فيها بحساب. تاني حاجة الاندوثيليال سيلز مطولة elongated وموازية للوول مش عمودية زي الكابيلاري. تالت حاجة أنا شايف سترايشنز بالعرض سميتها هوبس اوف بارل.
رقم 4، قال لي سيادتك البيزمنت ميمبرين بتاعك مش كامل متقطع. يبقى احنا كده خدنا السؤال السيركيوليشن وخدنا السؤال الثاني اللي هو الساينوسويدز. السؤال الثالث فيما يتعلق بالتونسل، وده اقل اهميه من السؤالين اللي فاتوا بس ستيل مهم. بيقول لي سيادتك التونسل تختلف عن بقيه الليمفويد اورجانز في ايه؟ احنا متفقين كل اورجان هنتكلم عن 5 ايتم. اتكلمنا، عرفني بنفسك، قلنا الكاركترز صفاتك، اخوك الكبير، قلنا الاستراكشر استروما وبارينكيما وشرحناها بالتفصيل، رابع حاجه الفانكشنز، ثم 5 اللي بيميزك عن بقيه الاورجانز. فلما اجي اشوف السبلين اللي بيميزها عن بقيه الاورجانز، انا كاتب لسيادتك متغطيه هامشيه ومعديه، والكلام ده في المذكره. يعني ايه الكلام ده؟ لما اقول لسيادتك ان التولسلز متغطيه يعني covered with epithelium، بالله عليك جبنا سيرة الابيثيليوم هنا او هنا او في السايمس الحصة اللي فاتت ولا اتكلمنا عن ابيثيليوم، ما عدا في التونسلز الوحيدة اللي قلنا فيها ابيثيليوم استراتيفايد سكويمس لو انت بلاتاين، وسودو استراتيفايد كولامنر ريسبيراتوري ابيثيليوم لو انت فارنجيال. يبقى معنى متغطية انها الوحيدة، الليمفويد اورجان الوحيد اللي متغطي بابيثيليوم covered with epithelium. متغطية ايه؟ هامشية. هامشية يعني مهمشة، مرمية بعيد، مش على نفس الكورس بتاع الليمف فيسلز. جسمي كله ليمفاتيك فيسلز، جاية من فوق لحد رجليا تحت واخدة الدراعات. خلاص الليمفاتيك فيسلز ماشية بنظام، هلاحظ ان الليمفاتيك فيسلز نازلة من عند المناخير كده، نازلة على الميد لاين على تحت، هلاقي البلاتاين تونسلز على جانب الليمفاتيك فيسلز على عكس كل الاورجنز. السبلين الفيسلز بتاعته بتعدي فيه من النص، الليمف نود الفيسلز داخل من هنا خارج من هنا، لكن التونسلز قال لك هامشيه على جانب الليمفاتيك فيسلز، ليست في نفس الكورس بتاعه، ليست في نفس المسار. يبقى اول حاجه متغطيه يعني covered with epithelium، وتقول له استراتيفايد سكويمس لو انت بلاتاين، وسودو استراتيفايد كولامنر يعني ريسبيراتوري ابيثيليوم لو انت فارنجيا. رقم 2 هامشيه مش على نفس الكورس بتاع الليمفاتيك فيسلز. رقم 3 معديه. معديه يعني ايه؟ قال لي سيادتك ان الليمفوسايتس، الليمفوسايتس بتبقى موجوده هنا اهي، فالمفروض الليمفوسايتس الطبيعي الخلايا الطبيعيه تبقى حوالين الابيثيليوم، ريستريكتد للابيثيليوم. بيقول لي سيادتك الليمفوسايتس دي بجحه شويتين، بدل ما هي المفروض تكون ريستريكتد للابيثيليوم في المنطقه دي، قال لك بتعدي الابيثيليوم وتطلع على الاورال كافيتي، بتطلع من الابيثيليوم بتاع التونسلز وتدخل على الاورال كافيتي من جوه. والحكمة من دي ربنا مش خلقها عبث، الحكمة ان انت زي ما قلت لك بقك عرضة للانفكشن على طول، وانت نايم ممكن تتنفس من بقك، بتنده على صاحبك بتتنفس من بقك، بتلعب كورة بتنهج يعني بتتنفس من بقك، بتصفر يا راجل بتتنفس من بقك، فبقك عرضة للانفكشن. عشان كده الليمفوسايتس بتهاجر من الابيثيليوم وتنزل على الاورال كافيتي في الاورال والفارينكس. ليه؟ عشان تواجه اي انفكشن داخل عليها، بتسيب معسكراتها في الابيثيليوم وتطلع تقابل اي خطر. لو فتحت بقك ودخل انفكشن، الليمفوسايتس تقابله من بره، ما تسيبوش لحد ما ينزل جوه على التونسلز. يبقى 3 مميزات للتونسلز عن بقيه الليمفاتيك اورجانز. اول حاجه متغطيه، هي ايه اللي متغطيه؟ التونسلز covered with epithelium، وتقول له stratified squamous لو بلاتاين، وسودو استراتيفايد كولامنر لو فارنجي. رقم 2 هامشيه على الاطراف، يعني نوت ان ذا سيم كورس او نوت ان لاين ويز ليمفاتيك فيسلز. رقم 3 معديه، يعني الليمفوسايتس بتعدي الابيثيليوم، باس الابيثيليوم اند ديفيوز في الاورال كافيتي والفارنكس. تشاو.